شكرا. شعر ليام بالارتياح حين وصل إلى أعلى الدرج. تصور أنه لم يعد باستطاعته تسلق درجة واحدة أخرى، وتساءل كيف بحق السماء سيتمكن من العودة إلى المكان الذي ترك فيه سيارته. ربما سيطلب سيارة أجرة، لكنه كان متأكدا أنه لن يستطيع قطع المسافة في طريق العودة مشيا على قدميه في هذا الليل. في هذه الأثناء تساءلت روزا ما الذي يفعله ليام هنا. حاولت إقناع نفسها أن ليس للأمر علاقة بما حدث بينهما قبل أن تغادر القصر، لكن ما السبب الآخر الذي قد يأتي من أجله؟ لا شك أنه حصل على عنوانها من السيدة فيريغول. استطاعت روزا أن تتخيل صدمة تلك السيدة حين طلب منها العنوان. لابد أنها تساءلت لما لم يسأل ناشر كتبه عن عنوانها، إلا إن كان ليام قد أخبرها الحقيقة. دارت الغرفة بروزا فيما وقفت تراقب ليام وهو يدخل. بدت الغرفة مريحة، فهي عبارة عن غرفة جلوس وغرفة طعام في الوقت نفسه، لكنها بدت رثة ولا تشبه مطلقا فخامة منزل ليام. أزاحت بعض الأغراض التي كومتها فوق كراسي غرفة الطعام، وأبعدت مجلة عن إحدى الأرائك، ثم قالت لما لا تجلس؟ بعد أن لاحظت الطريقة التي صعد بها الدرج تابعت تقول تبدو متعبا جدا، تقصدين مهزوما. قال ليام ذلك بجفاف، لكنه بالرغم من ذلك شعر بالارتياح حين جلس فوق الأريكة. تابع يقول جسمي متشنج قليلا، هذا كل ما في الأمر، أنا أقود السيارة منذ الصباح. فتحت روزا عينيها من الدهشة وقالت لكنه يوم الثلاثاء. وماذا إذن؟ اعتقدت أن السفينة لا تنطلق من الجزيرة إلا يومي الاثنين والخميس. ثم هزت رأسها وقالت لا شك أنك أتيت بطائرتك. رمقها ليام بنظرة متفحصة وقال كيف عرفت أنني أملك طائرة؟ أخبرتني السيدة فيريغون عندما علقت في الجزيرة، اقترحت علي أن أطلب مساعدتك. السيدة فيريغون لطيفة جدا، لكنني آسف لتخييب ظنك، لقد أمضيت ليلة أمس عند جاك ماكلود. من؟ لم تسمع روزا بهذا الاسم من قبل. الرجل الذي كنت أتحدث إليه قبل أن نستقل السفينة إلى الجزيرة، أم أنني الوحيد الذي يتذكر ذلك؟ وضع ليام يديه في جيبيه واستلقى على الأريكة إلى الخلف. رطبت روزا شفتيها وقالت لا أنا أتذكر، هل هو صديق لك؟ إنه صديق وفي يعيش في ماليج، وعندما اشتريت الجزيرة عرض علي أن يعرفني على الأشخاص الذين قد أحتاجهم لأقوم بترميم القصر والمزرعة. كان جداه يعيشان في كليفويل، وقد قدم لي الكثير من العون وبقينا صديقين. فهمت، أعتقد أن السيدة فيريغون هي من أعطتك عنواني، أليس كذلك؟ نعم، أتمنى ألا تمانعي. نظر ليام نحوها من تحت رموش قد تموت أي امرأة من أجلها. لما قد أمانع؟ أدركت روزا أنها لا تزال تحمل المجلة منذ وصوله. قطعت الغرفة لتضعها في الدرج قبل أن تذهب لتطفئ نار المدفأة، إذ بدت الغرفة لها فجأة دافئة جدا. سألته وهي لا تزال تدير ظهرها له هل أحضر لك شيئا؟ شرابا ما؟ العصير يبدو جيدا. لم يكن فعلا يرغب بشيء في تلك اللحظة. بدأ ألم رجله يخف، وآخر ما يريده هو السير عليها من جديد. هل وجدت أختك؟ وقفت روزا باستقامة ثم التفتت نحوه ثم أجابت كانت في لندن حين عدت من الجزيرة. تبين أنها كانت في لندن طيلة الوقت. لندن؟ ما الذي كانت تفعله هناك؟ تتسكع برفقة موسيقي التقت به في مهرجان البوب،
يبدو أنه تخلى عنها لأنها رفضت مشاركته السرير. نظر ليام بشك حيال ما قالت، فتابعت روزا تقول: أعلم، هذا يسبب الذهول، أليس كذلك؟ لكن أمي تصدق كل ما تقوله صوفيا. تنهدت روزا ثم قالت: أوف، بإمكان صوفيا أن تلاعب أمي على أصابعها. حدق ليام بها وسألها: إذا ما كانت علاقتي بالموضوع؟ أحمرت وجنة روزا قبل أن تجيب: إنه ذنب أمي. عندما أخبرها مارك صديق صوفيا أن صوفيا ذهبت إلى اسكتلندا مع رجل ما كي يساعدها على العمل في أحد الأفلام، ذهب بها التفكير نحوك بسرعة. لماذا؟ حسنا، كما أخبرتك سابقا، صوفيا من المعجبين بك. أعتقد أن أمي كانت بحاجة إلى التركيز على شخص ما. إذا أمك هي التي أرسلتك إلى كليفويل؟ هزت روزا رأسها وقالت: نعم، لكن صوفيا قالت إنها ستذهب إلى اسكتلندا، هذا الجزء الصحيح. هز ليام رأسه غير مصدق ما يسمعه. هل بإمكاني أن أسألك عن السبب؟ ربما لتبعدنا عن الصورة الحقيقية. في الواقع عندما أعيد التفكير بما حصل أدرك أنه كان غباء مني أن أصدق أي كلمة مما قالته أمي. إنها نصف إيطالية، لذا بدت في حالة من الهستيريا حين اتصلت بي لتخبرني. حسنا، الآن سأحضر لك العصير. هل هذا كل ما ترغب به؟ تقريبا، فكر ليام، لكنه أكد لها أن هذا كل ما يريده. مشت روزا بسرعة وأدرك أنها تشعر بالتوتر. تساءل لماذا؟ هل تراها تنتظر شخصا آخر؟ ربما رجل آخر؟ أزعجته تلك الفكرة. يا إلهي، لم يصدق ليام كم كان يرغب برؤيتها من جديد، بالإضافة إلى شعوره بعدم الصبر بسبب ضعفه. تبا، لكنه لم يأتي هنا من أجل الحصول على شفقتها، لقد أتى في الواقع ليختبرها، لكن ليس بتلك الطريقة. سر ليام على أسنانه ثم وقف على قدميه واتجه عبر الغرفة نحو الباب المفتوح. ألقى كتفه على حافته وقال: هل تعيشين بمفردك؟ قفزت روزا من الصدمة، فبعد أن رأت كم بدا متعبا توقعت أن يبقى جالسا فوق الأريكة. كانت قد أخرجت زجاجة العصير من الثلاجة وهي على وشك أن تفرغ محتواها في كوب من الزجاج، لكن ظهوره أذهلها. نعم، أعيش بمفردي. قبل أن تفرغ روزا العصير في الكوب قال لها: لا بأس، سأشرب من الزجاجة. نظرت إليه مشككة ثم قالت: هل أنت واثق من هذا؟ مد يده فهزت روزا كتفها وناولته الزجاجة. لم يتحرك ليام عن الباب، راقبته روزا بينما قرب الزجاجة من فمه وأخذ يشرب العصير. تحركت عضلات عنقه وهو يشرب، رأت الندوب التي سبق أن لاحظتها عندما كانت في القصر والتي بدت بنية اللون وعلى وشك التماثل للشفاء. شعرت روزا وهي تراقبه بذلك التوق الذي لم يكن مألوفا لديها إلا بعد أن التقت به. أخفض ليام الزجاجة فجأة واستدار لينظر نحوها، فشعرت كأن قدميها لن تحملانها أكثر. بدا من الصعب عليها أن تنظر بعيدا عن عينيه الخضراوين، وشعرت روزا كأن أنفاسها ستنقطع. قالت: لما لا تذهب لتجلس من جديد؟ لن تستمتع بشيء وأنت واقف. وضع ليام الزجاجة فوق الطاولة وقال: هل تصدقين حقا ما تقولينه؟ اقتربي مني. ابتلعت روزا ريقها وقالت: هل تحتاج إلى المساعدة كي؟ أجابها ليام بغضب: لا، أنا لا أحتاج إلى مساعدتك، ليس في هذا على كل حال. ثم نظر نحوها بسخط وتابع يقول: فقط اقتربي مني.
هل يمكنك ذلك؟ ترددت روزا قليلا، لكنها أخيرا ابتعدت عن الثلاجة واقتربت منه قائلة: ماذا الآن؟ رد عليها ليام بنعومة وهو يمسك معصمها ويقربها منه قائلا: كأنك لا تعرفين، عانقيني. شعرت روزا كأنها تترنح فقالت: ليام، فقط قومي بذلك تبا. من دون أي كلمة إضافية اقتربت منه لتضع ذراعيها فوق كتفيه وتحيط عنقه بيديها. مرر ليام يده في شعرها وهو يشعر بالإحباط ثم قال: هذا كل ما تستطيعين فعله؟ عانقيني بصدق، دعيني أرى أنك تعنين ذلك. لم أقد هذه المسافة كلها فقط كي تقدمي لي المشروب. نظرت روزا نحو وجهه القوي وهي تكبح رغبتها في تمرير يدها فوق وجهه وقالت: إذن لماذا؟ أعني لماذا قدت كل تلك المسافة لتصل إلى هنا؟ ذاقت عينا ليام وقال: احذري. أخذت روزا نفسا عميقا وأجابت: ألأنك أردت رؤيتي؟ أصبحت تعابير وجه ليام ساخرة وهو يقول: يا إلهي روزا، لديك طريقة مختلفة فعلا في تركيب الجمل. شعرت روزا بالحماس وهي تقول: إذا أخبرني أنت، لما أتيت لرؤيتي؟ كما أتذكر أردت التخلص مني بأسرع وقت ممكن. نعم، هذا ما جعلتك تظنينه، أليس كذلك؟ ألم يكن ذلك صحيحا؟ تبا نعم. شد ليام خصلة من شعرها ثم ابتسم وتابع يقول: لا يزال صحيحا، لكنني وجدت بأنني لست شجاعا كما كنت أتوقع. ماذا؟ تنهد ليام ثم تحرك كي يلقي بثقل جسده على القدم الأخرى ثم قال: لو كنت أملك القليل من العقل لما أتيت إلى هنا. تراجعت روزا إلى الوراء وبدأت تقول: حسنا، إن كان هذا شعورك. لكنها توقفت عن الكلام وهي تشعر بالذهول حينما اقترب منها وعانقها. لم يكن ذلك أمرا غير متوقع، فهما ينتظران هذه اللحظة منذ فتحت له الباب، لكن روزا لم تكن مستعدة للسرعة التي شدها بها نحوه. شعر ليام أنه لا يملك المناعة الكافية نحو جسدها الناعم الذي يحس به بالقرب منه، ولم يشعر بالخجل لاستغلال ضعفها. هذا ما أراده منذ دخل إلى شقتها. بالرغم من الألم في رجله لم يتمكن من مقاومة روزا. شعرا بعدم القدرة على التنفس وبأنهما يرتجفان. قالت له روزا بثقة: تعال. أمسكت بذراعه وجذبته إلى الجهة الأخرى قائلة: يمكننا أن نرتاح في غرفة الجلوس. أجابها ليام بصوت خشن مليء بالعاطفة: حسنا نعم، هل ستقولين لي إنك لا تشعرين بما أشعر به؟ سيكون ذلك غباء مني، أليس كذلك؟ أعتقد أنك تعرف ما الذي أشعر به، وإلا لما أتيت إلى هنا. ربما أعرف ما تشعرين به، لكن هناك أمور كثيرة لا تعرفينها. تركها فجأة ومشى نحو غرفة الجلوس ثم تابع يقول من دون أن ينظر نحوها: ألن تشعري بالذعر عندما ترين ندوبي؟ لحقت روزا به وهي تلف يديها حول خصره وتضغط وجهها فوق كنزته الصوفية. قالت: أنت تخدع نفسك. حاولت أن تبدو لطيفة وتحدث جوا مضحكا، لكن ليام أطلق شتيمة قاسية: تعتقدين أنك رأيت الأسوأ لدي، لكنك لم تفعلي. ربما حظيت بما يكفي من الوقت لتتخطي منظر بعض الندوب، لكن هناك المزيد. تركته روزا يذهب كي تتمكن من اللحاق به ومواجهته ثم قالت: توقف عن الكلام بهذا الشكل. لو أنك أعطيتني فرصة لأتكلم ذلك الصباح لأخبرتك
أنه لا تسهل إخافتي، لكنك شعرت بالصدمة. بالطبع، ما الذي كان ليصيبك لو كنت مكاني؟ بحق السماء، لم أكن أملك أدنى فكرة، لكنني لم أتراجع، لم أتردد مهما كانت الأفكار السيئة التي جالت في رأسك. فكرت أنني سأشعر بالخجل، هذا كل ما في الأمر. فكرت كيف بإمكان أي شخص أن يكون بمثل هذه العدوانية ليفعل بك هذا. إن كنت قد شعرت بشيء فهو التعاطف، لكنني لا أحتاج. لكنني اعتقدت أنك حصلت على ما يكفي من التعاطف، بالإضافة إلى أنني أردت أن أخبرك أن هناك الكثير من المشاعر الأخرى التي بإمكاني تقديمها، لكنك لم تعطني فرصة لأقول شيئا سوى كلمة الوداع. لم أعتقد أن هناك شيئا آخر يقال. نظرت روزا إلى ملامحه المضطربة وقالت: هذا يعتمد على ما ستقوله هذا المساء، لا أدري ما الذي تنوي القيام به، اخلع معطفك. نظر ليام نحوها وقال: تعلمين أنني أود تصديق ذلك. حسنا، اخلع معطفك. اقتربت روزا منه فأمسكت بمعطفه وأنزلته عن كتفيه، ثم تابعت تقول: لا شك أنك تشعر بالحرارة هنا بسبب كثرة الثياب. في الواقع أنا أشعر بالحرارة، بالحرارة المرتفعة، لكن ليس بسبب الملابس. جعل المعطف يقع على الأرض وتابع يقول: اقتربي مني لندخل إلى غرفة الجلوس أولا. أمسكت روزا يده وجذبته باتجاه الغرفة. في آخر الممر لاحظ ليام وجود بابين، توقع أن أحدهما يوصل إلى الحمام والآخر إلى غرفة نومها. هذه المرة راح يتأمل غرفة الجلوس بتأنٍ. بدت الغرفة صغيرة لكنها جذابة، وهي ذات جدران عسلية اللون وسجادة بلون الكريمة. أما البرادي فذات لون أخضر يتناسب مع لون الأريكتين المريحتين الموجودتين فيها. أعلم أن هذا لا يشبه ما أنت معتاد عليه. لم يدعها ليام تكمل كلامها، استدار نحوها وعانقها من جديد. قال لها حين تمكن من الكلام مجددا: أريد التعود عليك لا على الغرفة، أفضل لو أنك تطفئين النور. حسنا، سأنير المصباح الصغير في الزاوية. وهذا ما فعلته. جلسا متجاورين على إحدى الأريكتين. أرادت روزا أن تخبره بما تشعر به نحوه، إلا أنها خشيت أن يجعله ذلك يهرب إلى مسافة 1000 ميل. على أي حال لم يترك لها ليام مجالا، إذ راح يعانقها بشغف وحرارة. سألته بعد أن أنهى عناقه: هل هذا أفضل؟ أصبح جسده الضخم كالخيال الآن بسبب الضوء الخفيف الذي ظلل غرفة الجلوس. أجل، أبعد خصلة شعر شاردة عن وجهها وراح يتأمل ملامحها الناعمة. أرادت أن يتحدثا عن نفسيهما وعن تفاصيل حياتيهما، لكن ليام كانت لديه فكرة مختلفة. ركع أمامها ودفن وجهه في حضنها. هل تعلمين كم فكرت بهذه اللحظة؟ تابع يقول: هل أنت واثقة أنك لن تكرهيني بسبب الندوب التي تغطي جسدي؟ كما أنا واثقة من أي أمر آخر في حياتي. انحنت روزا نحوه ومررت أصابعها بين خصلات شعره، أنزلت يديها إلى عنقه فتحسست أثار الندوب. لم تشعر بالانزعاج أو المقت، بل كل ما شعرت به هو الحنان الذي يمكنها تقديمه له. يا إلهي، لما بقي بعيدا عنها طيلة هذه الفترة. راحت تمسد شعره برقة وهي تشعر بفيض من الأحاسيس الغامرة. من جهته فكر ليام باندهاش أنه لم يشعر بمثل هذه الأحاسيس الباعثة على السعادة منذ 25 عاما، أي منذ كان مراهقا. أمسك بيدها ورفعها إلى فمه وشعر بأن ملمسها كالحرير. عبس وهو يتذكر أنها بدت متوترة منذ قليل. أتراها كانت تنتظر رجلا آخر؟
هذه الفكرة جعلت ضغط دمه يرتفع، لكنه رفض تخريب جمال هذه اللحظة بسبب غيرته. همس لها قائلا: يبدو هذا رائعا، كنت أعلم ذلك. حبست روزا أنفاسها ثم قالت: أنا سعيدة بذلك، إذ لا يمكن أن يكون لوثر كيليان جذابا بقدرك. ابتلع ليام ريقه وقال بصعوبة: هل أصبحت تعرفين عن لوثر كيليان؟ اشتريت أحد كتبك عندما كنت في اسكتلندا وتمكنت أخيرا من قراءته. أخيرا؟ ترددت روزا قليلا ثم قالت: لم أستطع قراءته وأنا في الجزيرة، كان يذكرني كثيرا بك، لكن حين قررت أخيرا أن ليس هناك أمل بأن أراك من جديد، فكرت أن كتابك هو أقرب شيء إليك، سأتمكن من الحصول عليه. أخرج ليام أخيرا النفس الذي بالكاد كان يدرك أنه يحبسه، ثم قال: والآن؟ الآن كل ما أريده هو البقاء بجانبك.